يقول السائل: ما هي شروط الاعتكاف؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟ وما هي أقل مدة له؟ الاعتكاف عبادة، وهو اللبث في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة مشروعة، ومدته ليست محددة، مدته بحسب إرادة المعتكف، إن شاء طول المدة وإن شاء قلل المدة، ليس له حد لا لأقله ولا لأكثره. ويشترط للاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، فلا يعتكف في غير مسجد ولا في مسجد مهجور لا تقام فيه الجماعة. ومن شروطه أن يبقى في معتكفه ولا يخرج إلا لما لا بد له منه كقضاء حاجته، وإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضره، يبقى في معتكفه ليلا ونهارا حتى تنتهي مدة اعتكافه. ومن شروطه ألا يقرب أهله بالجماع والمعاشرة، قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.